فضيلة الشيخ، ما حكم دخول الحمام بالشريط الذي سجل عليه القرآن الكريم؟ لا بأس أن يدخل الحمام ومعه شريط سجل عليه شيء من القرآن، وذلك لأن الحروف لا تبين بهذا الشريط، ولا يبين إلا الصوت إذا مر الشريط على الجهاز الذي يظهر به الصوت، فلا حرج أن يكون مع إنسان أشرطة فيها قرآن أو حديث أو غيره ويدخل بها الخلاء.